في لفتة إنسانية قادت تغريدة عابرة على موقع تويتر شاباً في منطقة الجوف شمال السعودية للتبرع لشاب لا يعرفه بكليته في مدينة الطائف غرب السعودية. هذا الشاب يعاني من فشل كلوي منذ سنوات. تفاصيل أوفى مع زميلنا منصور المزهم، نتابع. شهامة هذا الشاب قادته للتبرع بكليته لشاب آخر لا يعرفه، شاب طلب العون بالتبرع عبر تطبيق تويتر. خالد العنزي الذي لبى النداء بالتبرع يستقبل بمنزله اليوم المهنئين له بسلامته بمدينة سكاكا شمالية السعودية بعدما أنهى بنجاح عملية التبرع مؤخراً. القصة باختصار كانت عن طريق تويتر، يعني كان في إعلان البنت وتوصلت معه للبنت لأن كنت ناوي أتبرع لها، فلما توصلت معاهم سبقني متبرع لها، وكان بنفس الوقت في إعلان الشاب عن طريق الأستاذ خلف بخيط الصقري وتوصلت معه للمريض الحمد لله وجرانا التحاليل، يعني جرات التحاليل الحمد لله تبرعت له ولوجه الله وأنا والله ما أعرف، والحمد لله حالة المريض الآن ما شاء الله عليه تمام، وأنا الآن طلعت موجود عند الأهل بالشمال واللهم لك الحمد. من أقصى الشمال سجل العنزي موقفا نبيلا أنقذ فيه حياة هذا الشاب من مدينة الطائف وعاد له الأمل بالحياة من جديد بعد سنوات من البحث عن متبرع. فرحة العنزي بنجاح العملية تساوي فرحة المريض بنجاح زراعة كليته. الحمد لله شعور لا يوصف، يعني أشعر بسعادة وفرحة لا يعلمها إلا الله، يعني إنك تنقذ حياة مسلم أو يعني تفرج هم مسلم هذا شيء ما هو سهل عند الله. الحمد لله أول